متتبعي قناة طور تي في، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم عن تزاوج طيور الكناري. فلتزاوج طيور الكناري في البداية يجب اختيار ذكر وأنثى جاهزان للتزاوج، وإن تقرير أن الكناري جاهز للتزاوج أمر غير سهل بالمرة، ويتوقف على عوامل عديدة. أن يكون الوقت هو موسم التزاوج والذي يبدأ في فبراير من كل عام، يجب أن تزيد أعمارهم عن 8 أشهر أو أكثر، فالكنانير الصغيرة لا يمكن التفريق بينها بين الذكر والأنثى. يجب أن لا يكون الذكر والأنثى في فترة تبديل الريش، وهي ما تسمى بفترة قلش الريش، ويكون فيها الطائر ضعيفا غير اجتماعي ورافضا للتزاوج بالمرة. يجب أن تكون الأنثى أصغر من الذكر قليلا في السن وفي الحجم أيضا، حتى يتمكن الذكر من السيطرة عليها وإتمام التزاوج. يجب أن يكون تغريد الذكر كثيرا وحركة الأنثى كثيرة بالقفص، وإذا تحققت العوامل السابقة نأتي على المرحلة التالية وهي التجهيز للتزاوج. اختيار قفص مناسب، وهو مشهور باسم قفص تزاوج الكناري، وهو قفص واحد به فاصل متحرك في المنتصف، بحيث يعزل الذكر عن الأنثى قبل التزاوج بفترة، حتى ما إذا حانت اللحظة المناسبة تقوم بفتح الحاجز ليدخل الذكر على الأنثى. إن لم يكن هذا القفص متوفرا فيمكنك استخدام قفصين وتضع القفصين ملتصقين ببعضهما، أو على الأقل قريبين جدا من بعضهما، ثم اختيار مكان هادئ بالمنزل لا يوجد به أطفال أو كلاب أو قطط، ولا يكون معرض لتيارات الهواء البارد أو الساخن، ويكون مرتفعا بشكل مناسب ولا توجد به حشرات. قم بوضع العش وتثبيته جيدا بقفص الأنثى، وعش الكناريا هو عش مخصوص لها، ولا يجب استعمال أي نوع من أنواع العشوش غير عش الكناري. قص أظافر الكناريا إن كانت طويلة عن المعتاد، واحترز أن تصيبها فتسبب لها النزيف. فقط قم بقص الأظافر كما تقص أظافرك أنت شخصيا، بحيث لا تقص غير الأظافر الزائدة عن اللزوم. يجب إمداد الأنثى بالخيوط والخيش والدبر وقطع وقطع القطن لتقوم ببناء العش. هذه هي حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة. شكرا على تتبعكم وإخلاصكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.